ولإلقاء الضوء أكثر مشاهدينا على الصراع الدائر بين شركاء العملية السياسية على المناصب، ينضم إلينا عبر سكايب الكاتب والمحلل السياسي العراقي الأستاذ عبد القادر النايل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومشاهديكم الكرام. حياكم الله أستاذ عبد القادر. يعني الإطار التنسيقي يؤكد أنه يعني سيحقق مفاجأة انتخابية في المحافظات المنكوبة، صلاح الدين، نينوى والأنبار. هذا التصريح برأيك هل هو شكل من أشكال خلط الأوراق بين مكونات الإطار؟ أولا معلوم تماما أن هذه المحافظات تخضع إلى نفوذهم بشكل كبير تماما، وأن هناك وكلاء لهم من الأحزاب السياسية المشاركة في العملية السياسية، فضلا على أن جميع هذه الأحزاب التي الآن تتصدر المشهد في العملية السياسية مدعية أنها تمثل هذه المحافظات المنكوبة زورا وبهتانا، كلهم حقيقة يخضعون لإرادة الإطار التنسيقي وينفذون شروطه بالتآمر على هذه المحافظات، وبالتالي يعني التماهي في حقوق أبناء هذه المحافظات أصبح واضحا من أجل مناصبهم ومنافعهم الشخصية. لذلك ولا يحتاج إلى أن يحقق مفاجآت، لأنه الموجودين يستطيع تطويعهم سواء أمنيا أو ابتزاز بإنهاء ملفهم السياسي، وسيقدمون الولاء والطاعة له وقد قدموا سابقا وتآمروا على هذه المحافظات بشكل كبير. فلذلك حقيقة هذه المفاجآت يعني ليست موجودة في أدبيات المتابع لهذه المحافظات، وبالتالي بالتأكيد هناك صراعا داخليا بين الإطار التنسيقي، كل يريد السيطرة على هذه المحافظات، سيطرة اقتصادية وسيطرة عسكرية وسيطرة سياسية، وبالتالي يريدون نهب ثروات هذه المحافظات بشكل كبير تماما. طيب هنا أيضا بالتحديد يعني مركز الإمارات للدراسات في تقرير له يقول أن هناك قوة وصفها بالسنية مستعدة لتمرير نفوذ القوى الموالية لإيران والإطار التنسيقي في المحافظات المنكوبة، ما مصلحة هذه القوى أو الأحزاب السنية في إدخال أو تقوية نفوذ القوى الموالية لإيران داخل محافظاتهم؟ يعني هذه القوى أولا لا تعتمد على الشارع العراقي، إنما تعتمد بقاؤها من رضا الإطار التنسيقي ووكلاء إيران في المنطقة، وهي تسنمت المناصب باسم المكون السني داخل العملية السياسية جراء رضا إيراني سابق عليها. والمعلوم تماما أن هناك مناصب حساسة من منصب رئيس مجلس النواب إلى مناصب أخرى تمثل المكون السني بشكل يعني مباشر، لا يتم الموافقة عليها إلا بعد دراسة الأسماء ودعم من السفارة الإيرانية، وهذا أصبح معلوما للجميع. لذلك مصلحة هؤلاء هي منافع شخصية، هذه المنافع الشخصية تطغى على المنافع العامة، وبالتالي عندما يريدون أن يقدمون ولاءات يقدمون تنازلات، هذه التنازلات هم لا يملكونها وليست لديهم القدرة كباقي الفصائل الموجودة الأخرى السياسية التي تمتلك أجنحة مسلحة، تمتلك أوراق أخرى، علاقات خارجية. هؤلاء محصورين بالتنازل عن حقوق المكون السني، بالتنازل عن الأراضي، وقد رأيتم مجزرة الأراضي في الأنبار خير شاهد عندما تم التنازل على أراضي كبيرة لصالح ميليشيات الحشد ولصالح قوة في الإطار مقربة من إيران من أجل بقاء مناصب أو شراء مناصب وعدم استهدافهم، لا ما يسمى هيئة النزاهة ولا بموضوع الإرهاب. لذلك حقيقة مصلحة هؤلاء في التنازل عن هذه الحقوق التي هو ليست ملكهم لصالح نفوذهم الشخصي والحصول على المناصب وبقائهم في العملية السياسية. يعني المحافظات المنكوبة مثل نينوى وصلاح الدين والأنبار تعاني لا زالت من ويلات الحروب والعمليات العسكرية وعدم إعطاء التعويضات، وكذلك المناطق المدمرة جراء هذه العمليات. كيف سيكون وضع المواطنين في هذه المحافظات المنكوبة إذا ما ازداد نفوذ القوى الموالية لإيران وهي تعاني أصلا من ويلات العمليات العسكرية، من الملاحقات الأمنية، من الاعتقالات وغيرها؟ يعني من المؤكد تماما أن هؤلاء فشلوا في إيجاد أي حق حتى يمكن أن يكون ذر الرماد في العيون من أجل بقائهم في مناصبهم، فشلوا. وحتى قوى إيران والإطار التنسيقي لم تعطيهم القوانين التي اتفقوا معهم مسبقا عليها من أجل تقويتهم، إذن هم يتعاملون معهم بأنهم تابعين وكلاء لهم ليس إلا. لذلك حقيقة عندما يتم الازدراء وهكذا يعامل شريكهم في العملية السياسية
وهو ينفذ أجنداتهم وهو وكيلهم، فكيف إذن بالمواطن العادي الذي يظن أن هؤلاء، أن هذا المواطن حلال دمه حلال ماله، وبالتالي يريدون تهجيره؟ إذا نحن أمام مأساة جديدة، وفصول هذه المأساة ستكون ربما اغتيالات بهذه المحافظات واعتقالات كثيرة، تغيير ديموغرافي والاستيلاء على الأراضي. حقيقة الابتزاز المالي موجود، والأتاوات تكون واسعة أكثر وتفتح مكاتب اقتصادية، وبالتالي نتكلم عن تغييرات فكرية وثقافية وقيمية واجتماعية وعشائرية. إذا نحن أمام مصيبة كبيرة تماماً إذا ما جرت أن تكون لهؤلاء نفوذ كبير، أو أن يأتي شيء يشغلهم عن هذه المحافظات المنكوبة. لأنه رأيتم الحملات الانتخابية التي يقودها هؤلاء، يعني وصل الحال كما هو معلوم بهذه الحملات الانتخابية، وربما المشاهد والذي يتابع الأمور يرى أن هناك جموعا سكانية تستقبل هؤلاء مسؤولي الأحزاب السياسية. فقط هنا للتوضيح لمعلومة مهمة، أن هذه الجموع هي تستغل هكذا أوقات انتخابية للفائدة المالية، لأنهم يوزعون هكذا كتل سياسية لمتعهدي تجميع الناس مبالغ مالية بقدوم الانتخابات وليس إلا. لا هو نعم، هو موسم أكو هناك متعهدي حشود، هؤلاء يستغلون هذا الموسم للحصول على الأموال، بحيث سين من الناس مثلا في الأنبار هو يتعهد بإيجاد 1000 شخص لحضور المؤتمر الانتخابي لفلان من الناس من الحزب السياسي مقابل 100,000 دولار. هو يمكن أن يأتي بشباب وآخرين يعطيهم 100 دولار، يصرف يعني ربما 50,000 دولار و50,000 دولار أخرى يتربحها. هم يستغلون نتيجة العوز ونتيجة يعني الفقر في هذه المحافظات. أيضا عوضا عن ذلك وأعطيك معلومة دقيقة، يعني بعض المتعهدين نفس الوجوه تكرر في كل تشكيل انتخابي أو كل مؤتمر انتخابي الوجوه. ومن المفارقات، يعني تكلمت مع أحدهم بشكل مباشر، قال أنه أغلب الذين يأتون إلى هذه المؤتمرات الانتخابية مدفوعة الثمن مسبقا هم غير محدثي بياناتهم الانتخابية، وبالتالي لا يحق لهم الانتخاب. هذا ما يجري حقيقة حتى يكون الناس بالصورة الواضحة تماما. طيب أيضا عن المحافظات المنكوبة، حتى المحافظات الوسط والجنوب هناك صراعات داخل القوى الشيعية الشيعية اليوم، صراع ما بين المالكي وبين أنصار التيار الصدري بعد تمزيق صور الدعاية الانتخابية في مدينة الصدر. هل سنشهد صراعات ربما في المرحلة المقبلة، صدام بين قوى العملية السياسية، خصوصا أن هناك نية للتيار الصدري بالدخول في انتخابات مجالس المحافظات؟ في دقيقة إذا سمحت. الصراع كبير والخلاف حقيقي، وهذه الانتخابات ستكون لها ما بعدها من صراعات، ربما ستصل إلى مرحلة التصفيات المسلحة. لأنني أقول بصريح العبارة، المالكي والإطار التنسيقي وهناك قوة إيرانية تهدف إلى تصفية التيار الصدري، والتيار الصدري يعلم بذلك. لذلك حقيقة هذه الخلافات ستكون أوجها في قادم الأيام وبعد الانتخابات أيضا، لأنها لها علاقة مباشرة في حكم الشعب وحكم المحافظات، فضلا على أن سيطرتها السياسية والأمنية والاقتصادية حقيقة ستجعل من الآخرين تابعين، وهذا حقيقة ستكون هناك صراع الأقطاب بشكل كبير تماما. لذلك الانتخابات القادمة هي انتخابات صراع ولي الأذرع، وبالتالي ستكون ما بعدها ليست كما قبلها. الكاتب والمحلل السياسي العراقي الأستاذ عبد القادر النايل، شكرا جزيلا على وجودكم معنا.